شلومو عليخو دكتور؟ شو صاير عم تحكي سياني؟ هاد انت ولا الشيطان تبعك؟ لا لا، هاد انا دكتور. انا ولا شو تعلمت سرياني؟ والله يا دكتور لعدة اسباب. إيه بس ما بيسوى التعب دماغك كثير سيد اسلام، لانه المجهود الفكري ممكن يزيد عليك المرض. مضطر دكتور، مضطر. وشو الاسباب؟ اولا حتى اضمن الفوتي على السما. ليش اللغة السريانية بتفوتك على السما؟ ايه دكتور، بيقولوا انه على باب الجنة واقف ملك وما بيدخل حدا الا اللي بيحكوا سرياني. فقلت لحالي اذا ما زبطت بشفاعة الرسول ممكن تزبط مع الملاك السرياني. ليش شفاعة الرسول مش مضمونة؟ لا والله دكتور، ومثل ما قال سيدنا ابو بكر رضي الله عنه: لا امن مكر ربي حتى ولو كانت احدى قدمي في الجنة. ابو بكر قال هيك؟ ايه والله يا دكتور. ايه بس اخواننا السريان ما بيقصدوها عن جد سيد اسلام، هاي مسحة. إيه معناتها راح تعبي على الفاضي. انا هيك شايف. وشو السبب الثاني دخلك؟ السبب الثاني انه الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من كاتب الوحي انه يروح يتعلم سرياني. وليش بقى؟ لانه الرسول كان تجيه كتب روحانية مكتوبة بالسرياني، وهو كان بده يعرف كل شيء مكتوب فيها. عن زيد بن ثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتحسن السريانية؟ فقلت: لا. قال: فتعلمها، فإنه يأتينا كتب. فتعلمتها في 17 يوما. قال الأعمش: كانت تأتيه كتب لا يشتهي أن يطلع عليها إلا من يثق به. يمكن طلب منه يتعلم سرياني مشان يقتبس من الكتب ويحط بالقرآن. بتضلك شكيك يا دكتور. إيه والله مرتومة مو هيك. القرآن نازل من السماء دكتور، من السماء. إيه معناتها القرآن نزل بالسرياني؟ وليش بقى؟ شغل مخك وفكر معي شوي. إيه بحاول، ليش لا؟ الملاك اللي على باب السماء أي لغة بيحكي؟ سرياني. معناتها شو بتكون لغة أهل السماء؟ أكيد بالسرياني. إذا لغة أهل السماء والملائكة سرياني، بأي لغة بتكون الكتب تبعهم؟ بالسرياني؟ معقولة؟ إيه والله سطتني دكتور. بعيد الشر عنك. عم بقول لحالي ليش في كلمات بالقرآن عويسة مش مفهومة؟ معقولة أخونا ثابت ما قدر يترجمها للعربي فتركها بالسرياني دكتور؟ ممكن. بيقولوا بعض الخبراء أنه لا يمكن فهم التلامس القرآنية إلا على أساس القواعد السريانية. معقول هالحكي؟ طبعا معقولة. فيك تعطيني شي مثل دكتور؟ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. عندك تفسير لكلمة أب؟ لا والله هاي صعبة كتير، ما شافوا لها تفسير. قال عمر رضي الله عنه: كل هذا قد علمناه، فما الأب؟ ثم ضرب بيده. كلمة أبا بالسرياني بتعني ناضج، وهيك بتصير الآية فاكهة ناضجة. وهاي كمان فيها وجهة نظر. وغيره دكتور؟ وزوجناهم بحور عين، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. شو بتعني كلمة حور؟ عذراء جميلة. لا انت غلطان، الكلمة بالسريانية هي حوارو، اي ناصع البياض. شو هالحكي؟ وهذا الكلام ممكن يكون مأخوذ من مار أفرام السرياني، لأنه في كتاباته الروحية والشعرية بيتحدث عن عنب حواره في الجنة. لا دكتور لا، هيك تخنتها. يعني إذا طلع كلامك مزبوط بيكون أكلنا هوا. ليش؟ عم تسألني ليش؟ بحسب كلامك كل أصحابنا اللي عم بيفجروا أنفسهم رح ياخدوا بالنهاية عنقود عنب. لا دكتور لا، هي مو مقبولة أبدا. يلا فش بوشلومو.